طلب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من أهل عرسال التعاون مع الجيش كي تأخذ العدالة مجراها، داعيا في الوقت عينه إلى الكف عن التحريض ومحاولة تحصيل المكاسب الرخيصة على حساب دماء شهداء الجيش وأهل عرسال وكرامتهم. وأشار الحريري إلى أن عرسال لطالما عانت من مؤامرات النظام السوري ومحاولات استدراجها للاصطدام بالدولة ومؤسساتها في ظل غياب مشبوه للحكومة اللبنانية عنها بذريعة سياسة النأي بالنفس والتهرب من إصدار الأوامر للجيش بصد هجمات النظام السوري عليها، الذي لو توفر له الغطاء السياسي لكان تحمل مسؤوليته في الدفاع عن هذه البلدة. وشدد الحريري على الدور الأساس لرئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في تحقيق العدالة في هذه القضية وحفظ هيبة المؤسسة العسكرية.